انا انتظر يعني عندي ان اوبجيكتيف، سوف اعلن هذا الهدف هذا في الوقت المناسب بعد حصولنا على اعتماد الدفعه لسنه 2024 وكذلك برنامج التجهيز لسنه 2024. Il y aura une réunion d'évaluation. Sur la base de la réunion d'évaluation, inshallah, on va fixer les objectifs pour 2024. Mais qu'on nous tiqnin. انا نقولها بحضور يعني كل فاعلين 2024 رايح نرفع لي زوبجيكتيف، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته. ونزيد نقول اكثر من هكذا، والله ما نتسامح مع واحد. لاني 2023 قلنا بليك ستوناني اكسبسيونيل، مشيناها الحمد لله. نتائج نقولها، نتائج مرضيه. هذه النسبه كانت تلقاها على مستوى الوطن كامل، ولكن 2024 ان شاء الله رايحين نغيروا طريقه العمل، وهذا كان لماذا؟ في صالح المواطن.